الروس بما لديهم معلومات عرفوا ان في هجوم يوم 5 يونيو، واخطروا عبد الناصر، وعبد الناصر اخطر عبد الحكيم عامر، ولكن عبد الحكيم عامر ما ياخذ بالموضوع جديه. واللي حواليه جهزوا له طيارة وخلوه طاير في الجو، هو مع ممقى قائد الجيش، والصبح بدري في هذا الوقت بدأ الهجوم الإسرائيلي على مصر بالطيارات، وحطم جميع الطائرات المصرية اللي موجودة على الأرض، ولم تستطع المدافع انها تضرب الطيارات الاسرائيليه خوفا على عبد الحكيم عامر اللي موجود في الجو ان الامر يصيبه. هذا ما حدث. طبعا لما عبد الناصر شاف هذا الوضع، انا بحكي طبعا الحاجات اللي هي حصل، يعني النكسه كان 57 67 كان السبب فيها ان العساكر او الدفاع الجوي بتاع مصر ما رضيش يضرب الطيران الاسرائيلي. انا ما قلتش 67، امال انت؟ انا بقول يوم الهجوم بتاع 5 يونيو. 5 يونيو مش يدافعوا عشان عندهم تعليمات ان عبد الحكيم عامر معاه طياره لا طبعا طبعا ما قال يعني مدفعيه موجوده وخباسات انت وكل الطائرات المصريه موجوده على الارض وتحطم بدون ان تصاب طائره واحده من الطائرات الاسرائيليه اللي حطمت كل الطائرات المصريه كلها، ما سابوش طياره واحده الا لما حطموها. فكانت ضربة يعني شديدة لينا كلنا في هذا الوقت، ولعبد الناصر بالذات، ولذلك تنحى وأعلن تنحيه عن السلطة. أنا بحكي لكم حكايات اللي أنا عارفة. يعني 5 يونيو بالليل أعلن تنحى سيادة المستشار عن تناحي عن الصبر. فاحنا رحنا له، وانا من ضمن الناس اللي خدنا شبرا كلنا، رحنا له ولو في بيته، في بيته مظاهرة شعبية عبد الناصر في البيت اللي هو بتاع الايه بتاع الجيش. عبد الناصر لم يمتلك منزل، يعني كان قاعد في استراحه من استراحات الجيش. كان زمان اللي بيصل الى درجه الى يزباشي مثلا، يزباشي اللي هو نقيب، بيدوا له شقه صغيره تبع الجيش اللي هي موجودة في أول مصر الجديدة منشية البكر. كل مصر راحت له، وانتوا طبعا عارفين الخطاب اللي قاله بتاع التنحي، كلكم سامعينه، أعلن كل حاجة، ولكن أمام هجوم و تقريبا اجماع الشعب المصري على عدم موافقته على التنحي، اعلن رفض وتنازل عن التنحي، واستمر رئيسا
للجمهورية. عبد الناصر كان هو رئيس الجمهورية همه الأكبر على رفع مستوى المعيشة وماشي الجانب المدني، وعمل عملية ان هي مثلا مصنع للسيارات ومنع استيراد اي سياره من بره لشركه النصر، بل كنا بنصدر سيارات. مين؟ هناك، بس هو يعني كان ماسك الجانب المدني وسايب الجانب العسكري لعبد الحكيم عامر، لانه كان صديقه وبيثق فيه. هنا بقى يعني عايز اقول لكم حاجه، يعني انت منكم ما تابعتوهاش، حصل صراع بقى من المجموعه بتاعت عبد الحكيم عامر على اساس انهم يخلصوا على عبد الناصر ويعلنوا عبد الحكيم عامر رئيسا للجمهورية علشان يستمروا هم في الأماكن. الصراع ده استمر حوالي شهر، يعني كانوا بيجهزوا خلفا لعبد الناصر. رغم وقف الحرب، الصراع ده تم حوالي الشهر، وهو عبد الناصر بصفته وهو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فصل كل القيادات التابعة لعبد الحكيم عامر. مين؟ ما أنا هقول لك أهو، استنى بس. و عشان عبد الناصر ينهي هذا الصراع قال لبعض أتباعه يعني روحوا لعبد الحكيم عامر وقولوا له تعالى روح زور عبد الناصر ويحصل ان احنا ينتهي الخلاف بينكم وبين بعض. عبد الناصر اللي قال لهم اعملوا كده وقولوا له ان انا موافق على حل الخلاف اللي بيننا وبين بعض، عشان كانت يعني المعركه بينهم شديده وبقى شكلها وحش، وكان هم على وشك يعني يستولوا على الجيش وكل حاجة، يعني كانت هتكبر العملية. فعبد الحكيم عامر ما صدق، راح جري لعبد الناصر وجي عبد الناصر أمر باعتقاله. أولا سلم عليه وقال له عبد الحكيم أنت الغلطان وأنت اللي عملت كذا وكذا وكذا، وكفاية بقى ما تخربش البلد، فأنا بعتقلك. فاعتقلوه وودوه في حتة كده جنب المنيا، وبعت أنور السادات يقعد معاه حارس عليه. نيجي الكلام، هو قتل ولا ما قتلش؟ أنا رأيي الشخصي ورأيي بعض الكثير أنه انتحر ولم يقتل، لأن لو كان يقتل طب ما كان قتله، ما كان عنده في البيت وكانه هو طلع ده. إنما عبد الحكيم كان يعني إنسان يعني كانش بيحلم اللي هو أصبح فيه، لأن اللي كبره وخلاه كده عبد الناصر، واللي خلاه يمسك الجيش عبد الناصر. تلمت حواليه مجموعة كده، المجموعات الوسخة اللي شفناها في هذا الزمن
فده يعني نهاية الموضوع. أنا